لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وذهب أو اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة عشان يختاروا أميرا للمسلمين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، علم عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وكده أن الأنصار اجتمعوا وهيختاروا أمير، فذهب أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح الثلاثة دول إلى سقيفة بني ساعدة والتقوا بالإيه؟ بالأنصار، فوجدوا واحد من الأنصار يقول: منا أمير ومنكم أمير. أتاري كانوا يعني عقدوا العزم إن هم يجعلوا سعد بن عبادة خليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يكون أمير المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع أبو بكر هذا الكلام، فواحد بيقول منا أمير ومنكم أمير، قال: إن هذا الأمر لم يعرف إلا في قريش. تمام؟ يعني هذا الأمر لا يتخطى قريشا، قريش هم الأمراء وأنتم الوزراء. فقام أحد الأنصار وقال: لا، بل منا أمير ومنكم أمير، أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجم. وأنا شرحت يمكن الكلمة دي في محاضرة قبل ذلك، لكن كانت بعيدة يعني في أوائل المحاضرات التي ألقيتها، فلا بأس أن ألقي يعني الضوء على معناها. قال: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجم. الجذيل تصغير جذل، الجذل هو النخلة. تمام؟ فأنا جذيلها المحكك، كان البعير الأجرب يأتي إلى هذا الجذل أو النخلة دي، وأنت عارف الجرب يعني مرض بيصيب الجلد فبيحصل أكلان كده في الجلد، فعايز إيه؟ يحك، فيذهب هذا البعير إلى الشجرة دي ويقعد يحك بجلده حتى يشتفي. تمام؟ فبيقول: أنا جذيلها المحكك، يعني اللي عايز يحك يجي يحك فيا. دي معناها إيه؟ معناها أنا صاحب الرأي، فمن أراد المشورة فليأتني، كما سأشفيه مثلما يشتفي البعير الجربان إذا حك في النخلة، فكذلك من أتاني وسألني سيشتفي عندما أقول له كذا وكذا. أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. العذيق المرجب، أنت عارف العذيق برضو تصغير عذق، وهو أنت عارف العرب كانوا أو مش يعني إذا حبوا يخلوا البلح رطب كانوا يلفوه بقماش مثلا أو خيش أو كده، يعني بحيث أن هو يعني الحرارة تتكتم بداخل الخيشة دي فتقوم إيه البلح يطيب بسرعة يعني. تمام؟ ده إذا حبوا يخلوا الرطب كانوا يعملوا حاجة زي كده يعني. وبرضو دي كان فيها فايدة أخرى، إن ما فيش حد يمد إيده وياخد حاجة منها، يشبه المصراة. تعرفين المصراة؟ كان العرب يرسلون أنعامهم من البهائم والكلام ده لترعى، فأحيانا البهيمة ممكن يكون ضرعها مليان لبن. طيب أنت مريت على بهائم وعطشان عايز تشرب، لك الحق انك انت تاخد اي بهيمه من دول وتحلبها وتشرب اللبن بتاعها. انت بقى لا يجوز لك ان تشرب اللبن اذا الراجل لف ضرع البهيمه بفوطه بخيشه بقماشه اي حاجه، طالما ان هو لفها كانما قال غير ماذون لاحد ان يحلب هذه الايه؟ هذه البهيمة. لكن إذا تركها بغير ما يصررها يعني، دي معناها إذن لمن يريد أن يشرب اللبن ومر عليها أنه يشرب الإيه اللبن. فيقول: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، يعني اللي عايز يأكل رطب ويشبع كده ويتمزج يعني يأخذ من الرطب دي. كأنما قال أيضا اللي هو عايز يشتفي ويعرف الحق والكلام ده يجيني وأنا إيه وأنا أشفيه برأيي، أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. المهم